هنا في نفس التطبيق بدنا نعرف صفحات إضافية، وبدنا ناخذ حاجة اسمها الماستر تمبليت أو التمبليت انهيرتنس. برضو هذا حابين لك إياه من الصفر عشان فعليا أنت تتعود كيف بدك تعمل. وين ما تلاقي فيه أنت عندك انهيرتنس، معنى ذلك أنه في إعادة استخدام للكود. اكتب الكود مرة واحدة وعيد استخدامه، فيش داعي للتكرار، سواء كان هذا في الكلاسز أو في الـ HTML templates. تمام؟ يبقى الفكرة إنه خلينا نعمل ماستر تمبليت هي عبارة عن صفحة HTML عادية ماستر 0.02. ممكن هنا أحكي له Welcome to my website. وهنا كيلو hello from Flask، بحطه هنا في باراجراف، قول له click يا hot link. Here to go to home page. وهنا روح لي على الصفحة الرئيسية وأحط هنا HR horizontal line، وهنا برضو أرجع أحط كمان horizontal line وأقول له هنا في paragraph thanks for your visit. أقول له خلي بالك هاي الصفحة الرئيسية مكونات تبعتها إنه HTML، بتحط في الهيد التايتل الميتا الانفورميشن اللي أنت بدك إياها، تمام؟ بتحطها كلها بتعبيها، تمام؟ وبتحط في الترويسة تبعتك الإشي اللي بدك إياه، تمام؟ وآخر الصفحة بتحط الإشي اللي بدك إياه، وبتقول له إنه الصفحات الفرعية، هذه الصفحة الماستر، الصفحات الفرعية المحتوى تبعها وين حيجي؟ هنا. كيف بعمله؟ بلوك كونتنت اند بلوك. ايش معنات هذا الكلام؟ هاي الصفحة الماستر، هاي مواصفاتها، هاي التصميم تبعها زي هيك، خده كله كامل، الصفحات الفرعية فرغ محتواتها هنا. تمام؟ واضح؟ خلينا نعرف صفحة فرعية. وهنا بيج 002. هذا الكلام ما فيش داعي اكرره، هاي الفكره في الموضوع. فبديش اقعد اكرر كل مره HTML body التايتل وهي الشغلات كلها. فبدي اعمل inheritance من الماستر extends، تنساش الاس، تحط بين كوتيشن، تحط صفحة الماستر. أول ما تعمل زي هيك على طول بسترد لك كل صفحات الماستر. أنا السابق أنا عملت أكثر من صفحة ماستر. الصفحة تبعتنا إيش كانت؟ 002 اللي عملناها قبل شوي، تمام؟ والكونتنت اللي أنا بدي أفرغه هناك وين بحطه؟ بحطه في نفس الفكرة. فبقول له هنا بلوك كونتنت، وهنا end block، تمام؟ تمام.
حكيت انت هنا في الماستر عرفت الصفحة وقلت ان الصفحات الفرعية بدها تفرغ البلوك تبعها هنا، تمام؟ الان في الصفحة الفرعية ايش بتسوي؟ بتروح بتعمل extend inheritance من الماستر، نزلت كلها، وبتقول له انه البلوك اللي حيتم تعبايته في المنطقة هذيك هي بدايته هنا ونهايته هنا. ايش حطيت فيه انا؟ اتش واحد ويلكم تو بيج 2 002 اللي هو نفس اسم الصفحة، تمام؟ خلينا نشوف هذا. يبقى هنا نعرف صفحة بيج 2، برضه بدنا نعرف ميثود لهي الصفحة ونقول له هنا ريتيرن ريندر تمبليت اسم الصفحة بيج 0002 ثلاثة زر. نعم. وهنا في عندي النقطتين. بيج 2. لا تمام، صفحة سلاش بيج 2، لكن صفحة ال HTML بيج 0002. فهنا بيج 2 هذه من وين جابها؟ من الماستر. هذا وال HR وهي هذه من البيج 002 وهذه بالضبط. يبقى انت بتروح شوف تطلع عندي هنا في البروجكت كم صفحة HTML؟ كتير. بدل ما انت تقعد تكرر خلص بتروح بتعرف ماستر، بتحط ايش فيه بده يكون في الترويسة، بتحط ايش بده يكون تحت، كونتاكت، عنوان، مش عارف ابصر ايش، الشغلات هذه كلها اللي بدك اياها تتكرر في كل الصفحات، وباقي الصفحات بتعمل اكستند من هذه الصفحة. وبرضه بتقلل كتاب، يعني كل صفحة أنت بدك تعملها بدل ما تقعد تكتب تاج ال HTML والتايتل والكذا، خلص هيو موجود وأنت بتروح إنه أنت قصدك إنه بقلل لك الملفات أنت لما تعمل مش قصدك شيك أرتب شيك يعني كل واحد ملف لحاله أرتب لما يكون كل شيء ملف كل هدول ملف واحد. لا انا بحكيش انه هنا انه انا بدي احطهم بدي افصلهم في ملفات واحد، لا كل صفحه HTML في ملف منفصل. يعني هنا طلع لي على الماستر، بس الفرق في الموضوع انه انا ايش اللي اختصرته في بيج 2؟ اختصرت هذا الكلام كله اللي هو ايش؟ دوك تايب HTML، HTML لانجويج، انجلش، والهيد والبادي والاتش 1 والبي والاتش ار والاتش ار هذه والبادي والاتش ام ال، هذا اللي اختصرته. كيف؟ لا لا خذ الموضوع ببساطة، أولش يعني إنه تسرح في خيالك إنه فكرة الانهيرتنس هي إعادة استخدام كود بدل ما أنت تقعد تكرر. بنفع ملفات ال HTML نحطها في ملف واحد حتى بدون inheritance؟ بنفع؟ مستحيل. مش classes هدول إنه في ملف بايثون واحد تحطهم، بنفع إنه أنت تحطهم في ملف واحد؟ لا، هذا HTML كل صفحة لوحدها. صحيح. ايش يا استاذ؟ صفحه نمبر 02. اه صار من 10 في مكان هنا صفحه في الماستر. ايوه 9. هذا باراجراف تمام، وهذا عباره عن لينك وين حيودينا على الصفحه الرئيسيه، تمام؟ واللينك حتكون في كلمه هير
تمام تو جو تو يعني هذا كله في باراجراف وجواتها لينك. هاي كليك هير. طب كليك هير. هاي كليك هير. تمام نعرف صفحة ثانية تاخذ من الماستر. بيج 3 زيروز 3 برضو كمان مرة نفس الفكرة. تعود على هذا الكلام. extends ايش الماستر تبعي؟ ماستر 2 تمام؟ هنا بدي اعمل الكونتنت تبعتي تمام. والكونتنت تبعتي هنا بدي اعمل ريندر للديكشنري في تيبل. برضو بدك تتعود تعمل الشغله هذه وحابني لك اياها من الصفر. ريندر للديكشنري في تيبل. فخلينا نرجع هنا للكود ونعرف صفحه 3 يفترض هاي صح. هاي نفس الكلام صفحة 3 والميثود هنا 3 وهنا 003. هنا بدي أعرف students هاي الديكشنري students بعرفه بدي أعرفه nested dictionary. واخد بالك؟ ايش الديكشنري؟ كي وفاليو. الفاليو حيكون برضه ديكشنري. فبالتالي انا عندي هنا الرقم الجامعي افتح بابا لو سمحت 1/2019/1/1/2/2 هذا الكي والفاليو ديكشنري تمام. فبقول هنا نيم احمد والديبارتمنت تبعته طبيعة الحال مالتي ميديا. هاي الانتري الاول في الدكشنري. يبقى هذا الكي وهذا كله الفاليو. الفاليو عبارة عن دكشنري. هاي نست الدكشنري كوما الستودنت اللي بعده حيكون 2 2 3 3 طبيعة الحال محمد والديبارتمنت مالتي ميديا. ايش بدك؟ واحد حوسبة. هاي واحد حوسبة. ثلاثة ثلاثة أربعة أربعة خالد بده يحول على حوسبة تمام. هذا آخر واحد مفيش داعي للكوما. يبقى هاي الدكشنري. وهنا بدنا نقول له student بتساوي students. نرجع هنا لصفحة ايش 003. طبعا انت بدك تحط هيك احنا بدنا نلف على الديكشنري في لوب. بس قبل بدك تحط الترويسه تبعتها وين؟ برا اللوب يفترض في تيبل. فبتقول له تيبل تيبل رو
نعرف الترويسة تي اتش ايش انا عندي student اول حاجة الاي دي student اي دي وايش كمان عندي نيم وهنا ديبت بارت تمام هيا بدنا نلف على الديكشنري جوات الفور فور std id std v الفاليو هذا الكي وهذا الفاليو تمام in students.items بدي اعرف رو في الرو هذا بدي ابدا اعبي البيانات طبعا جملة طباعة لا طبعا تي دي تيبل داتا اس تي دي اس تي دي اي دي ايش كمان بس الاس تي دي في هذه عبارة عن ديكشنري فعشان هيك بنقول له هنا نيم وهنا تبت خلاص سواء قل يعني تنسى تسكر الفور انا نسيتها هيني يبقى هنا لا هيك بتصير ليست بتتعامل مع انديسيز لكن احنا اتفقنا انه في الديكشنري انه الانديسيز عبارة عن كيز بدك تستخدم الكيز طيب هجيت هنا كل الامور جاهزة نجي نفتح صفحة 3 هذه خلاص هنا بيج 3 وعمل لك اياهم في تيبل ولكن البوردر تبعه مش محدد فيا اما بتعدل هنا في الستايل تبعه او بتروح على وين على السي اس اس طبعا في السي اس اس انا عدلت عليه هو الاصلي تبعه كان انه بس بيعدل في البوردر كولابس انا ايش ضفت انه البوردر انه العرض تبعه 1 بكسل ولونه سوليد بلاك هذا كلام مطبق للتيبل والتي اتش والتي دي فبالتالي بتصير انه بدك تاخذ الستايل هذا وتطبقه على الماستر بنزل على بيج 3 في الماستر ناخذ وننسخ هذا الكلام من وين من صفحه الويلكم هذول السطرين نعم احنا الماستر تبعنا ايش اسمه كان ماستر 002 صح هنا كيف بطبق لك الستايل على كل الصفحات على على صفحة الماستر ومن الماستر حينزل على على الـ على السب بيجز الصفحات الفرعية اللي هي منها بيج 3 نعم فبالتالي هنا أول ما تعمل ريفرش بعرفش إنها محتاج بدك ريستارت لأنه في شي ديبوج مش فعل
تمام؟ أنا مارجن. شو؟ مارجن. أقدم لك إياه مشروع.